طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي الجالية السودانية بواشنطن ببذل المزيد من الجهد ومواصلة العمل الدؤوب بالتنسيق فيما بينهم لشرح قضية السودان للكونغرس الأمريكي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية. ولفت البدوي خلال لقائه بالجالية السودانية بواشنطن بأن القرار النهائي بيد الكونغرس الأمريكي للموافقة على المبادرات التي تتخذها الإدارة والخزانة الأمريكيتان، معتبرا أن العقوبات المفروضة على السودان تمثل التحدي الأكبر للحكومة. دعا اتحاد المخابز لإنشاء آلية جديدة لمراقبة وضبط توزيع الدقيق، ورهن الاتحاد انجلاء أزمة الخبز كليا بوجود جسم رقابي فاعل، وأكد أن كميات الدقيق الموزعة يوميا تبلغ 35 ألف جوال داخل ولاية الخرطوم فقط، رغم أن الكمية اليومية على الورق تبلغ 45 ألف جوال. وقال الأمين العام للاتحاد جبار الباشا وفقا لتقارير صحفية إن ضعف الرقابة هو السبب الأبرز لتجدد مشكلة الخبز بشكل متكرر. أقامت منظمة بلان العالمية السودان مكتب النيل الأبيض بالتعاون مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية وبشراكة مع منظمة الإيثار الخيرية بمحلية الجبلين يوم الحقل المدرسي. أوضح مدير مشروع برنامج الغذائي وسبل كسب العيش بمنظمة بلان العالمية محمد أحمد إبراهيم أن مشروع مدارس المزارعين هو أحد مكونات مشروع برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه منظمة بلان بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي الفيدرالي الألماني. تفقد رئيس مجلس الإدارة لشركة زادنا العالمية محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشترك المكلف شركة زادنا للإنتاج الزراعي والحيواني بمقرها بالكدرو، وتلقى شرحا ضافيا حول أنشطة الشركة الحالية والمشروعات الجاري إنفاذها وخطتها المستقبلية. وخلال الزيارة أشاد بمستوى الأداء للإدارة التنفيذية والعاملين والنظام الذي تقوم عليه الشركة معددا إسهاماتها في دعم القوات المسلحة، وأشار إلى الأدوار المرتقبة للشركة في مجال تحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في التحول الاقتصادي المنشود في البلاد.